تبارك الله الايام كيفاش كدير. اليوم اخر نهار في المدرسه، عاد البارح رحلنا انا ولونا من مدريد الى اليكانتي، وشوفوا دابا سبحان الله اليوم اخر نهار في المدرسه. صافي اليوم غايش نشدوا العطله، ابتداء من السيمانه الجايه ما كاينش المدرسه، من هنا شهرين وشي حاجه حتى شهر 9. هاي جيت نصور لكم، شوفوا شنو درت، هرقت على راسي كل القهوه. يلا والمشكله التيشيرت تيعجبني. لو حياتك انتي دايره بحال هكا، عندك جوج الاختيارات، انتي اللي كديسيدي. شتي انا غنشرح لك دابا علاش. ها وها كاين جوج ديال الانواع ديال الناس. انا ديسيديت نغسل طوموبيلتي هنا، شخص اخر ديسيدا يغسل طوموبيلته بايدو، مع العلم ان فاش كتغسليها هنا احسن من انك تغسليها بايدك. علاش؟ لحقاش هذه فيها كلشي، فيها حتى النشاف، يعني كتنشف، كتطلق واحد الحراره اللي كتنشف الطوموبيل، تما خصك انت تبقى تنشف بايديك وتمسح بالكاغط. هنا لا، ما تحتاجش تمسح بالقاعد، هي تتمسح، هي تدير كلشي. فهذه هي حياتك انت. الا انت عايشه في لامير، حيت انت بغيتي تبقاي عايشه في لامير. واش عارفين الفرق ما بين الفرق ديال الفلوس ما بين تغسلها اوتوماتيك وما بين تغسلها بايدك؟ غنوري لكم باش تشوفوا الفرق. الفرق 60 سنتيم، هادو اللي كيغسلوا الطوموبيل بايديهم، وهادو اللي كندخلوها تغسل في هذيك الماكينه اوتوماتيك. شحال ديال الفرق؟ 60 سنتيم اولا 55 سنتيم ديال الفرق. ها 55 سنتيم ديال الفرق. بنادم باش يخبي مثلا، باش ينقص عليه الكاستو ديال 55 سنتيم، كيغسل بايديه، وباش يزيد ديك 55 سنتيم وتغسلها الماكينه اوتوماتيك ما كيبغيش. فالحياه اللي كتعيشيها دابا حيت انتي بغيتيها، ماشي الله ولا الكون ولا الزهر عنده دخله في هذا الشيء. اوكي الزهر والكون والله ما عنده دخله حتى في شي حاجه من هذا الشيء. انتي بغيتي تعيشي في لامير، انتي عاجبك الحال، انتي باش انك تزيدي شويه المجهود باش حياتك تزيان، كتقولي لا صافي خليني على ما يرام، خليني على هاد الاحوال. دابا الا بغيت انا نولي بحال هكا خصني نزيد شويه بلاش، خطوه صغيره عكستي عليها. ولكن من بعد كتبغي تكريتيكي الناس، فاش كتشوفي شي حد وصل، شي حد دار، كتبداي ويلي دارو 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 دارو، حتى انت تقدري ديري. النهار اللي ديسيدي تلوحي لي زرو وتنوضي تقعدي، حتى انت غادي ديري اكثر من اللي دار فلان وفلان وفلان، لان ارزاق تختلف والدنيا غادا بحال هكا. انت عاجبك الرزق ديال فلانه وفلانه عاجبها الرزق ديال فلان، حتى واحد ما راضي على رزقه. كنظن الوحيده اللي راضيه على رزقها هي انا، حتى واحد فيكم ما راضي. انت عندك وما راضياش، لا لان فلانه عندها اكثر مني، وفلانه عاجبها داكشي اللي عندك انت، وكتقول علاش انا ما عنديش اللي عند فلانه. وهي غادا الحياه، شي ما راضي بشي وربي ما راضيش عليكم كاملين. ارضاي بداكشي اللي عندك، ولوحي لي زار ونوضي تقعدي، وقولي سالينا، ماشي شغلي في شنو عندها فلانه، ها شنو عندي انا، وفخوره بداكشي اللي عندي. مابقيتش عايشة في لامير ولا عرفتي تيبقى يدير لي الفلترات ديال السناب، كينو كينو ما تنضحكش معاك لما انت تصيفطني شي واحد مشوها بلا فلتر.